كيف حال المسلم مع القرآن؟ سبب مسلم مع القرآن من جنري. المسلم لابد أن يقرأ قراءة يومية في القرآن. أولا لابد يصحح قراءة القرآن على عالم على أستاذ. ثم بعد هذا ينظر في معاني هذه الآيات من تفسير مختصر. لم تجدن لكم لم تجدير يجدون لكم لكم رقم كان عليهم وبي تفسير لكم رقم فما يكون آيات تدان يحفظ القرآن ثم القرآن ويعمل به ثم تام سنتي القرآن. أهم سورة هي سورة الفاتحة. سورتي بخمسة قديسون أن تقول سورة الفاتحة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. ربع كلام ننجا شيء ما يدعي نجا سورة الفاتحة. ثم بعد هذا يبدأ يحفظ السور القصيرة. أنت نن ربع سورة الدنيا بسورة سنسان نكمل كلامك روم.